آخ، منيح اللي في انتو قدر احكي معكم. ما في أمل بأمة العرب. رح خبركن بس تتشوفوا بأي عذاب أنا بهالبلد. ولا بلد بالعالم الغرب شرق غرب بيعملوا هيك. رجعت من أمريكا حتى أعيش بأمة العرب وكون بهالإعلام وشارك بهالفرح اللي عندي حتى المشاركة بتزيد. وهذا دور كاتم عن الحق شيطان أخرس. صاحب الملك كلهم بيدفعوا 800 دولار بالسنة، بيت من 50-60 سنة مستأجرينه، أنا دفعني بس وصلت 4000 دولار، تفضل. وأنا خدمت أمه وخدمت ابنه وبخدمهم بالبناية وحراس البناية كلهم اللي بالحي، مش لأن هن منيح أو أنا منيحة، هيدا الشيء هيك عم بيصير من خلالي. حدث في البناية اللي حدي وفيها دولة مجلس التأديبة كمان انقبلي من 60-70 سنة هالبناية، ما حدا عنده ذرة من الأخلاق، ما على شيء يخليهم يضلوا ببيته. ولكن الطابق اللي حدي 24 ساعة الموسيقى بدأ ولادهم هيك صخ بالموسيقى، حكينا بالمنيح بكذا ما مش الحال، أعطيهم هدايا أعطيهم كتب ما مش الحال، تشكلني عليهم بالنيابة العامة وربحنا الدعوة. ورجعوا يعملوا هيك ورجعوا يعملوا هيك، رجعوا اجوا ناس جربوا يقتلوهم، قالوا له نحن اللي بيأذي مريم نور بدنا نقتلهم، وهودي ما عندهم دولة يعني هيك بيت فلان وبيت فلان. قلت له لا، هو أحفادي ما بدي تأذيهم. ما في أمل بأمة العرب لأنه ما في دولة، ما في أخلاق، ما في شيء. فإذا يا بدنا نقعد بشي جبل بعيد بعاد عن هالحضارة اللي قتلت هالحضارة، واليوم في إنترنت كبسة زر خلص ما في لزوم. ولكن ما بدي أطلع وأنا عندي وجع وحزن وغضب، بدي أطلع من بيتي أكون مرتاحة، ما عندي غضب. وهيك تلفت هلأ للدرك، تلفت للمحامي، رجعت قلت له رجع الدعوة، أخلوا الدعوة ونحن ربعنا الدعوة. وهيك يعني إذا بقلكن قديش عم بتعذب لأنه ما في سكينة، ما عندي صديق، عندي واحد الكتاب عندي وخلصنا، وبطلع على التلفزيون كل يوم ومريم بتدفع للتلفزيون، برنامج بيكلفني، ما حدا بيقدر ماديا معنويا أبدا. أيها الحق لم تترك لي صديق، بس أنا عندي فرح وقت اللي بتشوفوا كيف بقعد فايض فايض. اليوم قعدت 8 ساعات ما تحركت مشي. إذا بيصير غلطة بتكون من المكنات، من الشباب ورا المكنة، هيدا بيعطوس، هيدا بوقع الموبايل تبعه، هيدا هيك، ما حدا بيحس مع مريم. لا يعرفنا إلا الله يا عليك القابض على الجمر، كيف في هيك إسلام ونحن هيك مسلمين؟ قال له منيح اللي شفت الإسلام قبل ما شفت المسلمين. الإيميلات 99.99 بكبهم، ما قال لهم معنا تشندر فجر أندرسكور أندرسكور هيك مسبيته. كل ما ارتفعتوا كل ما صرتوا وحدكم، وكل ما صفتوا بهالشفافية كل ما شفتوا اللي قاعد مع الله ما بده عبد الله. صرح جرب، عندي آخر خطوة بضيعة اسمها الخنشارة، في بنية عم تتعمر، بضل أخف من هون، وفي كم واحد بيقروا مثلي وراحوا عند بونا وراحوا شافوا أوشو وشافوا إنه عندهم هيك شوي أمل بالصوفية، عندهم أمل بالتوحيد، عم بيقروا إنه فيني شوف حدا، وعنا حرية هونيك إنه ما بدي شيخ ما بدي خوري ما بدي شيء أبدا. الله بياخد الأمانة بنعمل فرح. سألته قال لي عم ضلني مع هالكذبي، بس البناية كان سنة الماضي بقى تخلص بعيد الميلاد، إن شاء الله السنة بعيد الميلاد أو بدي فتش على مطرح لأي شيء بالأمة العربية كان به بسوريا بالأردن بمصر بأي بلد. بحب كون مع العرب ما بعرف ليش، وأنا لا بروح كنيسة ولا مسجد ولا صلاة ولا الشام، كل عمل عبادة بأخلاقنا. بس اليوم ما منعرف شو الأخلاق. إذا كل ما عندك أخلاق كل ما أنت صرت كالقابض على الجمر بالنار عيش. مشان هيك بطلب إذا أنتوا فيكم ببلدكم العربي تزرعوا القليل من الأخلاق، تعملوا بأي بلد هيك موقع يعني نلتقى كلنا بالتوحيد، نلتقى كلنا بأخلاقنا، ولا بدنا ديانات ولا بدنا مذاهب، كل هاللي عم بتشوفوها كيف عم نقتل بعضنا نحن العرب والمسلمين. هيك قال محمد رحمتك وسعت كل شيء. كل يوم يا طيارة بتوقع يا هيك،
حاكمين العالم بالصرمية 2%. أمريكا الحاكمة، إسرائيل العاصمة وعم تتحكم فينا. شلنا هالبترول تنصرف وتنوقع العراق، شلنا هالبترول تنعطيه لأمريكا ببلاش وتشتري سلاح عتيق وتبعت لنا إياه. نقتل بعضنا، شو عم نعمل؟ كل الوقت ضجيج، بتنقطع الكهرباء بتمشي الموتورات، بتجي الكهرباء حفريات، بتروح الحفريات بلموا هالنفايات، وشو بهالنفايات؟ أكل وأطفال وأولاد. ما فيكم تعرفوا قديش عم بيسرقوا أطفال تيبيعوا لهم أعضائهم. ما فيك تطلع من البيت. بدأ قوة. وإجت لارا هلأ قاعدة مع الكاميرا، أنت وأنا ولارا ثلاثة نحن هون، يعني كلنا هالثلاثية اثنين بالبيت. يعني بقول كيف إجت قديش قوية تترك لندن وتجي على لبنان وتقعد معي بهالجي بهالوسخ بهالقرف. بس بيتي ما له علاقة بالأم العربية أبدا. من حيث الطاقة ما فيني إلكن شو فيه بهالبيت، من حيث النظافة والترتيب والغنى والفقر، كتاب وزريعة وديوانية. بس تكون بهالميديا أنا الوحيدة بالأمة العربية، حط هالقاعدة على الأرض وبفتح تمي. ما في حدا من ورا الكاميرا هونيك بتعجب إنه هالمرة شو عم تحكي أبدا، ولا واحد منهم. أموات، أنا عايشة مع الأموات، ولا حدا بالتلفزيون من أصحاب المحطات المنحطة كلهم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون إلا عبادك الصالحين. ما في أكل فيكم تاكلوه. عم بحكيكم عن لبنان، كل المطاعم، الألبان، الأجبان، الحلويات، كلها كلها، الفواكه، كل شيء مضروب، ما في رغيف خبز. شيلوا كلمة أسبرتام وسموها كوسيتيك موسيسيك سويت وحطوها. أمريكا عم تعرف كيف تقتل العرب. قال لهم إذا بتقتلوا العرب بتموت الخيانة. بسببنا هيدا العرب فتنا بالأخلاق وفتنا بالعلم. هيك القرآن مشي، بلغ آية، سيأتي زمان سأبكي على أمتي. هلأ محمد عم يبكي. ما في أمل أبدا. كلنا صرنا شيء اسمه social hanger، تعليق لأمريكا ولإسرائيل، والتيب شو مكتوب عليها، والصرمية كيف منطرتق فيها، والمانيكير والباديكير، وشعراتنا المنفوشين ولونهم أحمر. وهيدي هيدي صارت بناتنا شراميط عاهرات بشهادات. صار العهر والزنا شهادة. اللي منا بنته شرموطة، واللي منا مرته شرموطة، وهو منه عكروت. مش على الموضة بيكونوا. نعم، كل واحد منا يشوف قديش سؤالنا سخيف وجوابنا سخيف. الإيميل عنا ميت. انتوا راقبوا كل واحد يراقب أفكاره وراقبوا أعمالنا. ليل نهار الضجة، ليل نهار بيحكوا مع بعضهم على التليفونات وعم بيصرخوا. يا خي مع التليفون عم تحكي، وطي صوتك. من بلكون لبلكون بيشرطوا بعضهم، بيسبوا بعضهم، بيحكوا بعضهم، بيحبوا بعضهم. صار الزواج كله بيصير على الانترنت وسكايب ومدري شو، اب وابس واتس اب واتس بلوت. هيك الزواج عم بيخلفوا كمان. هيك هو عنده هاي عنده هاي على المكنة بتجيب له الولد. صارت آلة مع آلة، ما بقى في آية، ما بقى في إنسان. شو الحل؟ يعني عم بجرب قديش بقدر ضايم، ما بعرف. خليكم مطرح ما انتوا باي بلد اجنبي، وين ما كنتوا، شرق غرب، بالهند، باوروبا، بامريكا، بكندا، ببلاد المجرمين اللي عم بيوقع الطيارات، عم بياكلوا الناس، عم بياكلوا العلماء. بضل على القليله هونيك بتلاقي مطرح فيه رغيف خبز، خبزه تتاكلها، بتلاقي مدرسه، بتلاقي شيء. هون ما عم بتلاقي شيء ابدا. كل واحد بيعرف وسخ بلده. check your checkbooks، وين عم نصرف معاشاتنا؟ وانه قاعدين بدبي وعندهم معاشات عالية، عم تصرفها كلها على شو؟
أمة العرب ما فيها حفاة عراتنا تطاول في البنيان، ما حدا سمع سؤال محمد ولا إيه. آخ، ما عندي أمل أبداً، شو بدي أعمل ماني عارفة أبداً. ليك شو صاروا، ليك شو عم بعمروا بباريس بأوروبا وين ما كان، بنايات مثل الشجر. فرجيتكم، رح ارجع فرجيكم يوم مره واثنين وثلاثه وعشره. لو حكيت الكلمه مليون مره هي ذاتها هيدا ذكر. الله 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 الله، مثل النفس، قطع نفس. ما تسمعوا شو عم بقول، ما فرجيكم، شوفوا هالصمت بين هالكلمات، فوتوا بهالفجوه. حدا قدر يعمل هيك بأمة العرب؟ ما حدا. كلها عارفين وين الاتجاهات، من وين الشمس، من وين البدر، من وين الهلال. وهالعلم اجا علم المنارات، بس وين ان العرب؟ ما بدنا اياهم. ليش؟ لان معهم حق، معهم حق، ما عملنا شيء، ابره ما عملنا. قال كان في رجال نزل خروف من معه، خروف فلت الخروف من ايده وفات على بيت مره. دخل لقى هالخروف بهالمره فقيره في معها ايتام، وكانت ناطره هي حدا يجيب لها تاكل. بيجيبوا لها ناس تاكل وهي عم بتربي هالايتام. استحى منها وترك لها الخروف وراح تشتري خروف. وفي عربيه كلها خواريف، اخذ اشترى خروف، قال له لا، أنا هلأ هيك قلت أول واحد بياخد مني خروف بدي أعطيه هدية وصدقة. قال له هيك صار معي أنا، قال له هاي هدية وهيدي مني أنا خروف تاني. الله بيرزق الرزاق، خلق دود بصخر ما قطع فيها، خلص هلأ عصفور هون ولاقي عم بياكل. نعم يا الله، شوفوا سورة البقرة آية 2 4 5 245. مين اللي بيعطي الله قال هيك صدقة وبيعطيها، الله بيعطي أكثر بكتير. كل واحد منا يا أخوتي يشوف شو بيقدر يعمل. ما نزعج الناس لا بسيارتنا ولا بسيرتنا ولا بريحتنا ولا بأعمالنا. شو عم نعمل يا حبيب قلبي؟ قال فصدق. قال الإمام علي عليه السلام: ويأتي زمان لا بالقليل تقنعون ولا بالكثير تشبعون، همهم بطونهم ودينهم دنانيرهم وقبلتهم نساؤهم. ما فيني خبركن، خبرتكن إياها شو صار الصبح وقت اللي قالوا إنه قوموا على الفجر أو صلوا كل الليل. وقت اللي بتقولوا لي مريم ما في لطيفية، ما في لطف بالإسلام، دخيلكم لبقى نقول هالكلمة. محمد لحية بعد دعابات النبي وملاطفته لأحفاده، تعرفوها وقت اللي كان الحسن والحسين يطيل السجود لأنهم هن على ظهره. قد ما فينا نرحم نفسنا أول شيء، وبعدين أعدائنا. ولكن الغضب عند كل واحد بيكون، بس يكون الغضب هيك وجها لوجه. وقت ما بيسمعك وجها لوجه بدك تحط القانون. كل يوم بقول شو بدي أعمل، ما بعرف. كل واحد منكم ما فيني خبركم قديش في عندي وراء، فيها علم وفيها كتب وفيها فهم، بس ما فيني شارك فيهم. هلا اعصابي هيك تعبانه، بدي بس تروق، يوقف موتور الكهرباء على القليل، بحس انه يعني 99% عجقه مش 100%.
بس انتو بأمة العرب تعود نغير بهالأمة. كل الأبراج برج رب العرب، ما فيني غيرها، بغير نفسي. ما زال صار في عنا انترنت، خلص بعتولي شي هين وبسيط باللغة عن الإسلام والله تقدر شارك. شو قال الإمام علي ببساطة؟ هلأ يجي الإمام علي بيحكي إنجليزي، تعلموا لغة أقدائكم تتأمنوا شرهم. هالأولياء مش أمواتي أخوتي، بس ما نحكي لغة صعبة ما بيفهموها. إذا بدي أعطيه لغة صعبة، هيدا هو العرب، هيدا لغتكم؟ لا، لغتنا الصمت والسكينة والأخلاق. عاملوا الناس بصمتكم، كيف يعني بأخلاقكم؟ نعم يا حبيب قلبي، أنا هيك بتطلع بقول بهالبيت ما في إلا صمت وسكينة، بس ما فيني لقيها من جوا. إذا من برا في كتير عذاب، لو ما هربوا النساك ما استناروا. كل اللي طلعوا قديسين من أمة الوسط هون أو قلتون أولياء هربوا. محمد طلع قاعد بغار طور وغار حراء وكان وحده، يضل بالجنينة يشتغل وعامل الناس بأخلاقه مش بأخلاقهم. نعم، خلينا نعيش أي لحظة يكون فيها سكينة هالسكون والحياة.